Good morning everybody. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of grade 7, today I'm going to start with the chapter related to digestion or activity 5, digestive system or digestion of food, الجهاز الهضمي أو هضم الطعام. Okay. بتمنى عليكم تركزوا منيح فيه لهذا الدرس لأنه درس كتير مهم خصوصا أنه بيمرق معكم بجريد 7 وبجريد 9. Okay, so activity 5, digestion of food. You have to know that, لازم نعرف أنه your bodies, أجسامنا, your bodies are made up of systems. Okay, your bodies are made up of systems, أجهزة. Okay, أجسامنا مكونة من أجهزة systems. Systems are made up of what? Systems are made up of organs. فإذا جسمنا مكون من أجهزة. كل جهاز مكون من مجموعة أعضاء بقلبه. Okay. The organs are made up of tissues. الأنسجة. And tissues are made up of cells. كيف يعني؟ يعني أنا هلأ إذا باخد دفتر حساب، أوكي؟ الدفتر اعتبره أورجن عضو من أعضاء جسم الإنسان، أوكي؟ هيدا الدفتر مكون من ورق، كل ورقة هي تشو نسيج، أوكي؟ مثل كيس المحارم أورجن، المحرمة تشو، أوكي؟ برجع لقصة الدفتر، so the copy book الدفتر هو أورجن، كل ورقة هي تشو نسيج. كل مربع بقلب الورقة، شو مربعات حساب؟ كل مربع يعتبر سل، خلية. هيك جسمنا مكون من أجهزة systems. الأجهزة مكونة من أعضاء، الأعضاء مكونة من أنسجة، الأنسجة مكونة من cells، خلايا. يعني all your bodies، كل أجسامنا مصنوعة من cells، من خلايا. أوكي؟ طيب، one of these systems is called the digestive system، الجهاز الهضمي. اوكي، كلنا بنعرف انه when you eat اوكي، لما ناكل what happens to the food، شو بصير بالاكل؟ بينهضم. اوكي، في حدا ما بيعرف انه بس ناكل الاكل بينهضم؟ هلا انتم بس تاكلوا بتمكم تطحنوا الاكل تهضموا. اوكي، so the system، الجهاز، لازم يكون عندنا جهاز بجسمنا بيهضم الأكل. The system that digests food، الجهاز اللي بيهضم الأكل اسمه the digestive system. The digestive system. Okay؟ The digestive system. You see؟ This is the digestive system، الجهاز الهضمي. System، جهاز. Digestive، الهضمي. إذا أنا بدي أعرف الجهاز الهضمي، the digestive system، كتعريف، أوكي، هو system that digests food. شو يعني؟ system that digests food، يعني هو الجهاز اللي بيهضم الطعام. أوكي، هو الجهاز اللي بيهضم الطعام، هو اللي بيكسر الطعام. اوكي، طيب الجهاز الهضمي وظيفته يهضم الطعام، يطحن الطعام. طيب الجهاز الهضمي من شو مكون؟ The digestive system is made up of what، من شو مكون الجهاز الهضمي؟ حقيقه الدايجستيف سيستم مكون من شغلتين. اوكي، الجهاز الهضمي مكون من شغلتين. طيب الأكل نحن بناكل، طب هالجهاز الهضمي مش لازم يكون في طريق ليمشي فيه الأكل، ممر ليمشي فيه الأكل، pathway of food، طريق. The digestive tract or digestive tube، الأنبوب الهضمي أو الممر الهضمي كتعريف. It is the place where food passes، هو المكان الذي يمر به الطعام.
place where food passes through. يمر خلاله الطعام. اوكي؟ هو مارق هالاكل مثل ما انت ماشي بتكون بممر مثلا على يمينك في غرفه وعلى شمالك في غرفه، اوكي؟ انت ماشي بممر مش عم بتفوت على هودي الغرف. هيدا الممر يعتبر digestive tube، هلا بنتعرف عليه. اما الجزء الثاني من الدايجستيف سيستم بنسميه digestive glands، الغدد الهضمية. digestive glands، الغدد الهضمية. ماشي؟ الغدد الهضمية. شو يعني غدد هضمية؟ كلمة gland يعني غدة، غدة يعني organ، عضو بجسم الإنسان، أعضاء بجسم الإنسان. So هلا أنتم جهازكم الهضمي مكون من شغلتين، من digestive tract أو tube، ممر بيمرق فيه الأكل، أنبوب بيمرق فيه الأكل، ومكون من digestive gland، غدد هضمية. As a definition، هني organs where food does not enter through them، هني أماكن ما بفوت عليهم الأكل. يعني أنت مثلا هلا ماشي بطريق، اوكي، في على يمينك بيت وعلى شمالك بيت وممنوع تفوت عليهم لهول البيوت. انت الفود طعام، الطريق اللي ماشي فيه هو الدايجستيف تيوب. البيوت اللي على يمينك وشمالك هن دايجستيف تراكتس، عفوا دايجستيف جلاندز، الغدد الهضميه. يعني فور اكزامبل، هيدا طريق، هالطعام ماشي فيه، الفود ماشي هون، اوكي، هيدي جلاند، هي غدي جلاند. اوكي، الفود ممنوع يفوت لهون، الفود ممنوع يفوت لهون، الفود بيكمل بطريقه. طيب لكن شو اهميه الجلاند؟ واتس ذا امبورتنس اوف ذس جلاند؟ اهميه الجلاند هيدي، اوكي، اهميه الجلاند انه لهم شغله وحده. هيدي جلاند فور اكزامبل، ماشي، وهيدا الفود مارق هيك. هول جلاند هو مارق الفود، بكبوا عليه مواد كيميائية، بيفرزوا عليه بيدلقوا عليه للفود substances، مواد. هيدي المواد اسمها juices، عصارات. اوكي، juices، عصارات، مش عصير، juices، عصارات. يعني الجلاند هن اعضاء بتفرز عصارات. اوكي، مش رح احكي اكثر انا هلا عنهم. I'm going to start with the digestive system. Parts of the digestive system. We are going to start with the digestive system of the mouse. للفارة. رح بلش انا اول شيء this is the digestive system of the mouse. اوكي؟ اجزائه هو اللي شايفينهم برا قدامكم. رح بلش انا بالdigestive system للماوس. With the digestive tube, digestive tract, الأنبوب الهضمي. Okay? It starts with mouth, الفم. The mouth, الفم. هو أول مكان بفوت عليه الطعام. Okay? The mouth, الفم. ماشي؟ هو it's the first part of the digestive tube. بعد الفم بينزل الأكل بعد البلع على منطقة اسمها إسوفاجوس. فإذا mouth إسوفاجوس، بالعربي المريء. المريء، أوكي، المريء هو المكان اللي بيربط التم بالمعدة. After that الفود بيكمل، بينزل عند الماوس، بينزل عند الفارة ليوصل على محل اسمه ستومك. ستومك، المعدة. So الفود ببلش بالماوث، بالتم، بينزل على الاسوفاجوس على المريء، بيرجع بينزل على الستومك على المعدة. بعد المعدة بيكمل الفود، اوكي، بشيء اسمه، هيدا اللي عم برسمه، the small intestine. فإذا الفود بيكمل بروح عند the small intestine، الأمعاء الدقيقة. The food continues in the small intestine ليوصل على منطقة اسمها the large intestine، الأمعاء الغليظة. Okay? At the end of the large intestine الفود بيكمل بيوصل على منطقة اسمها anus، المخرج.
بأنس المخرجي مكان خروج الفضلات. كلمة سيكم هون ما بتهمني أنا. أوكي؟ كلمة سيكم ما بتهمني. So, if I want to say that the digestive tube, the digestive tube, الأنبوب الهضمي, حقيقة الأنبوب الهضمي هو المكان اللي بيمرق فيه الطعام, هو مكون من mouth. أوكي؟ mouth. بيتبعه مباشرة بعد الماوث إسوفاجس. أوكي؟ رح تلاقوها مكتوبة بالبداية هون بالإي, أوقات بمحلات بلشوا فيها بالأو ما في مشكلة. بعد الإسوفاجس رح يلحقوا ستومك, الفود بيوصل على الستومك. بعد الستومك الفود بفوت على السمول انتستن. After the small intestine, okay, large intestine, بعدين anus, المخرج, بعدين the anus. Okay, فإذا this is the digestive tube, الأنبوب الهضمي, الممر الهضمي. It's the place where food passes. طبعا هو عم بيمرق الاكل بينهضم بينمعس بينفرم. اوكي؟ بينعمل العملية اسمها digestion. فإذا this is the digestive tube. The digestive tube. اوكي؟ اوكي dear students, this is what I have explained on your copy books, please. نترك أول صفحة فاضية اللي عليها اسمنا ومغيرة on the class copy book على دفتر الصف. بنكتب chapter 1 feeding behavior of animals, activity 5 digestion of food. بفضل نستعمل اللونين الأحمر والأزرق وبنكتب هودي. And you have to study them, you have to study them. فيكن توقفوا الفيديو عليهم وتنقلوهم على رواق على دفاتركم. Okay, next time we are going to continue with the digestive glands and their functions.